السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. احنا في المحاضرة 2 في الانترميديت في الاكاونتنج برينسيبلز 2، مبادئ محاسبة 2 سنة أولى. هنتكلم في موضوع جديد في المحاضرة الثانية، هو عنوانه اسمه depreciation methods، اللي هي طرق استهلاك الأصول أو الموجودات، اللي هي الفيكسد assets، اللي هي بنحكي عليها البي بي اي او البلانت اسيتس. طبعا ديبريشيشن بيعرف ايش المقصود بالديبريشيشن، فبقول ديبريشيشن هي بروسيس اوف الوكيتنج تو اكسبنس، هي عمليه تحميل للمصروف. نو مصروف قال ذا كوست اوف اي بلانت اسيت، اللي هو تكلفه الاصل الانتاجي. طيب بنوزعه تحميله على اي فتره؟ قال اوفر اتس يوسفول لايف، يعني على عمره المتوقع أو العمر المتوقع لاستخدامه. In a rational and systematic manner، بطريقة منطقية ومنظمة. طبعا rational منطقي، systematic يعني بأسلوب منطقي ومنظم. ليش منظم؟ لأن هناك مجموعة من الطرق التي تحكم عملية احتساب depreciation، أو بمعنى آخر عملية تحميل وتوزيع تكلفة الأصل على يعني العمر المتوقع لاستخدامه. فبقول هي process of cost allocation، هي عملية تحميل للتكاليف، not asset valuation. هذه شغلة كتير مهمة، إنه depreciation هدف منه هو مش حساب قيمة الأصل، ولكن توزيع تكلفة الأصل. عشان كده بيقولوا في مقولة بتقول إنه depreciation is not a matter of valuation، it is a matter of allocation. يعني قصده يقول انه الاستهلاك هي عملية لتوزيع تكلفة الاصل على سنوات الاستفادة منه، وليس عملية تقييم للاصل، not asset valuation، مش عملية تقييم للاصل. applies to land improvement، طبعا لو بدي اوضح اكتر في هذا الكلام، زي ما انتم عارفين اذا اصل عمره 10 سنوات وتكلفته 10,000 دولار، فكأنه انا بستهلكه كل سنة 1,000 دولار، فألف دولار على 10 سنين هي تكلفة الأصل، بيكون الأصل تم توزيع تكلفة 10,000 على 10 سنوات. بس خدوا بالكم بعد 3 سنين فرضا بيكون تم توزيع 3,000 من العشرة، يعني ضايل في 7. فالناس قد يتبادر إلى ذهنها إنه الأصل قيمته 7,000، لا، لأنه قيمته في السوق قد تكون 9 وقد تكون 5. فعشان كده الاستهلاك الهدف منه مش عمل valuation، ولكن عمل إيش؟ allocation. البند 2 ايش بيقول؟ applies to land improvements، يعني هذا الاستهلاك ينطبق على تحسينات الارض، بس مش الارض نفسها، مش الاراضي، الاراضي غير قابل للاستهلاك. البيلدينجز equipment not land، لو اخذتوا بالكم، لانه الارض قيمتها متزايده واحنا ما بنستهلك الا الاصول التي قيمتها متناقصه. depreciation او depreciable، ايش يعني depreciable؟ يعني قابل للاستهلاك، because the revenue producing ability of assets will decline over the assets useful life. يعني لانه هو بيقول ليش انه هو مستهلك الاصل هذا، او يعني احنا بنستهلك هذول الاشياء، قال لانه قدرة الاصل بسموها revenue producing ability of assets، قدرة الاصل على تحقيق الايراد، انه يشتغل يعني ويجيب منتجات ونبيعها ونربح، will decline، هتنخفض over the assets useful life. تعرفوا انتاجيه الاصل في السنوات الاولى غير عن انتاجيته في السنوات الاخيره من حياته. طيب تعالوا نشوف ايش هي الفاكتورز needed in computing depreciation، ايش هي العناصر المطلوبه عشان نحسب الاستهلاك. كان في عندنا 3 عناصر مهمه. اولا cost، اللي هي تكلفه الاصل، اللي هي بتشمل all expenditures necessary to acquire، كل المصاريف اللي لازمة لامتلاك the asset and make it ready for its intended use، يعني للغرض اللي من أجله امتلك. يبقى كل المصاريف، كل المقصود بتكلفة الأصل كل المصاريف اللي انحطت والمصاريف اللي خلته صالح للاستخدام. طب إيش المقصود بال useful life؟ قال useful life estimate of the expected life based on need for repair، قال هي عبارة عن الحياة المقدرة أو متوقعة للأصل قبل ما هو يحتاج لتصليحات كبيرة، تمام؟ service life and vulnerability to obsolescence، طبعا obsolescence اللي هي التقادم. إيش يعني obsolescence؟
اوبسوليسنس يعني التقادم. ايش يعني التقادم؟ التقادم انه تظهر تكنولوجيا افضل. زي ما انتم عارفين في جوال بعد 3 اسابيع من شرائه بينزل قيمته فرضا 300 400 شيكل. ليش نزلت؟ لانه طلع جوال اكثر، في فيتشرز اكثر، فيها خواص اكثر. فهنا الاستهلاك كان مش نتيجه الاستعمال ولكن نتيجه التقادم، ومعنى التقادم اللي هو الاستهلاك بسبب ظهور تكنولوجيا اعلى. السالفج فاليو اللي هي قيمه الخرده، لانه الاصول اي اصل يستهلك في نهايه حياته مرات بيكون في له خرده، الخرده هذه في لها قيمه باعيه. هذه السالفج فاليو اللي هي قيمه الخرده استيميتد اوف ذا اسيتس فاليو، هي قيمه مقدره للاصل ات ذا اند اوف اتس يوسفول لايف، في نهايه عمره. هذه القيمه بنقول عنها ريكفرابل فاليو، يعني قيمه قابله للاسترداد، عشان كده احنا ما بنعملها استهلاك. طبعا بيقول هنا alternative terminology، بيقول هنا another term sometimes used for salvage، بيقولوا عنها residual value، القيمة المتبقية الأصل. طبعا لاحظوا هنا helpful hint، ملاحظة كده صغيرة تلميح، بيقول depreciation expense is reported on the income statement، مصاريف الاستهلاك بتم الإفصاح عنها في قائمة الدخل. accumulated depreciation is reported on the balance sheet، ولكن مجمع الاستهلاك بيظهر في الميزانيه العموميه. اعتقد هذا الكلام شفناه في محاسبه واحد. As a deduction from plant assets، هو عباره عن تخفيض للاصل، يعني بنقول equipment less ناقص accumulated depreciation، شحطه equipment زي ما انتم فاكرين. في عندنا في الديبريشيشن ميثودز في عندنا 3 طرق شائعه، او هي 4، لكن هو بيحكي الان عن 3 طرق. والمانجمنت سيلكتس ذا ميثود، الاداره تحت الشركه بتختار الطريقه. ات بليفز بيست ميجرز اند اسيتس كونتريبيوشن، اللي بتقيس قدره او بتقيس مساهمه الاصل، هذا المقصود باسيتس كونتريبيوشنز، مساهمه الاصل في تحقيق الايراد تو ريفينيو اوفر اتس يوسفول لايف، خلال حياته. لو اخذتوا بالكم الطرق الثلاثه الرئيسيين المعترف فيهم من قبل الفاز بثلاثه، straight line method اللي هي طريقة القسط الثابت، units of activity method طريقة معدل النشاط، أو بيقولوا عنه يعني وحدات، طريقة وحدات الإنتاج. والطريقة الثالثة اسمها declining balance method، طريقة القسط المتناقص. طبعا لو أخدتوا بقى كل straight line ماخدة تقريبا 83% من الشركات في أمريكا بتستخدم straight line method، في حين الـ unit of activities 5 والـ double declining أو declining balance تاخد 4%. باقي الطرق الأخرى طبعا هو في بيجي حوالي 11 طريقة، يعني 8% من الشركات في أمريكا بتستخدمها. هنستخدم الآن أو نتطرق لأول طريقة من الطرق. في عندنا barbs florists، يعني في محل ببيع ورود. purchase a small delivery truck، شرى شاحنة صغيرة في جانيوري 1 2020، تكلفة الشاحنة 13,000. الـ expected salvage value، الخردة اللي في نهاية عمرها الشاحنة، يعني الشاحنة في نهاية عمرها اللي هو عمرها يتوقع 5 سنوات هنا، انه هي حوالي بتجيب لنا $1,000. estimated useful life in miles، يعني متوقع، طب هنا useful in years، عمرها بالسنوات 5، لكن عمرها بالميلات، يعني قديش متوقع انها تمشي في خلال حياتها، قال حوالي 100,000 ميل. بده compute depreciation using the following، بده نحسب الاستهلاك باستخدام الطرق الآتية: straight line طريقة القسط الثابت، طريقة معدل الاستخدام أو الإنتاج، وطريقة يعني الرصيد المتناقص. لو طلعنا مع بعض هنا هنلاقي expense is the same amount for each year، الطريقة هذه هي straight line method، إن كل سنة بتتحمل بمصاريف استهلاك ثابتة same amount لكل سنة من السنوات حياة الأصل. depreciable base أو depreciable cost اللي هي التكلفة القابلة للاستهلاك، إيش بتساوي؟ الكوست اللي هي تكلفة الأصل ناقص السالفج فاليو، ناقص القيمة، قيمة الخردة في نهاية عمر الأصل. ليش قلنا هذه السالفج بنطرحها؟ لأنه هذه قيمة مستردة من الأصل، لأنه في نهاية عمر الأصل بنبيع الأصل بيجيب لنا $1,000. فالكوست عندنا 13,000، السالفج 1,000، الديبريشابل بيز او الديبريشابل بسموه الاساس القابل للاستهلاك او التكلفه القابله للاستهلاك، ديبريشابل كوست 12,000. 12,000
على قديش الـ useful life أو الـ expected useful life للخمس سنوات متوقع الأصل هذا يشتغل، يبقى كأنه الـ annual depreciation expense 2400. هذا الرقم 2400 كل سنة من السنوات الخمسة حنحمل income statement كـ depreciation expense بمبلغ 2400، وحنلاحظ أنه الـ accumulated depreciation كل سنة حيزيد بمقدار 2400. في نهاية السنة الخامسة بيكون صار عندي 12,000 زائد الخردة، بيكون إجمالي تكلفة الأصل هم 13,000. الجدول هذا يمكن بوضح الشغلة هذه. لاحظوا هنا depreciable cost، أنا قلت عنه depreciable base اللي هو أساس القابل للاستهلاك، لاحظوا ثابت، عشان كده إحنا بنتكلم على straight line method اللي هي طريقة القسط الثابت، عشان كده كل مرة كان البيز تبعنا 12 12 12 12 خلال الخمس سنوات الجايين. معدل الاستهلاك هو قال لي خمس سنوات، بتتذكروا؟ طبعا لما بقول خمس سنوات لو بدك تحولوا الرقم هذا السنوات الى نسبه بتقسمه 1 او 100 على 5. 100 على 5 بيعطيني نسبه الاستهلاك، طبعا 100 على 5 يعني 20%. يعني اذا بدك تحولوا سنوات الى نسبه مئويه بتقسمه 100 على عمر الاصل، 100 على عمر الاصل. طبعا حاصل ضرب الديبريشابل كوست في الديبريشيشن ريت في معدل الاستهلاك بيعطيني 2400. لاحظوا الاكيوميليتد ديبريشيشن بيكون في نهايه السنه الاولى 2400، الاكيوميليتد اللي هو مجمع الاستهلاك 2400. البوك فاليو هو عباره عن الفرق بين الاكيوميليتد ديبريشيشن وال 12000 اللي هو بيطلع عندي يعني 10000، واحكوا معايا 10600. هو كانه هنا لازم يطرحها من 13 مش من 12000، لانه في عندنا احنا فكانه 2400 من 13000. شو ما 13000 اللي هي الكوست اوف ذا اكويبمنت. لو اخذتوا بالكم البوك فاليو، لاحظوا الاكيوميليتد ديبريشيشن كل سنه بيزيد ب 2400، هذا 2400 و2400 في السنه الثانيه، ادي زائد ادي بيعطيني ادي 2400 و2400 4800، كمان 2400 7200، كمان 2400 9600، وبعدين 12000. 12000 زائد السالفج فاليو اللي هم ال 1000 اللي هم يفترض بضلوا بعد ما نحسب استهلاك، هو قيمه الاصل يعني بالاساس عند شرائه او استحواذنا عليه. القيد تبعنا هذا بيتكرر سنويا، نفس القيد ديبريشيشن اكسبنس 2400 كل سنه 2400، نفس القيد على الاكيوميليتد ديبريشيشن. هذا بروح على الانكم ستيتمنت، وهذا بروح على البالانس شيت ك كونترا اكاونت. زي ما قلنا كونترا اكاونت يعني حساب مطروح من الاصل، فيعني بقول انا اكويبمنت ناقص اكيوميليتد ديبريشيشن كل سنه بيزيد الاكيوميليتد بمقدار 2400. لو خدتوا بالكم هنا 2400 بيزيد لحد ما يصل 12000. الان المرات بصير انه الاصل ما بنشتري في واحد واحد، مرات بيكون زي ما انتم عارفين كسر سنه، يعني احنا يعني شريناه، لو خدتوا بالكم هذا الاصل انشرى في ابريل فيرست، يعني كانه اشتغل معانا هذا 9 شهور، يعني ما اشتغلش السنه كامله، يعني واحد واثنين وثلاثه ما اشتغلوا. عشان كده السنه الاولى لو اخذتوا بالكم نفس الجدول اللي فات فيش شيء اختلاف فيه، انه بس عندي السنه الاولى اخذت 9 شهور. لو اخذتوا بالكم 2400، خلينا نطلع معرفش ليش الكسر هو في زي هذه هنا بس مش ظاهره عندي، في 9 على 12 لانه 9 على 12 بيعطينا الرقم هذا، و 3 على 12 بيعطينا. لو جمعتوا 600 ليش هذا الرقم؟ لانه احنا بنخش في عام 2025 بثلاث شهور. لانه احنا بنتكلم هنا مش انه سنه جديده هذه، لا ثلاث شهور في السنه تبعت 25، بس هنا لو اخذتوا بالكم فيش 25 لانه الاصل بينتهي مع نهايه السنه. بس هنا بيخش في السنه اللي بعدها ثلاث شهور لانه هذه السنه الاولى ما خدشهاش بالكامل. زي ما قلت لكم المفروض في ان هنا اظن هي هنا 9 12 بس طايره فوق. المفروض تيجي هنا. هي 9 12 شايفينهم؟ هذا المفروض تيجي هنا. فالان كانه لكن لو خدتوا بالكم من شغله ايش هي؟ انه دائما كان قيمه الاكيوميليتد ديبريشيشن هي 12 وهنا برضه 12، ولكن ايش اللي اختلف؟ السنه الاولى والسنه الاخيره، لكن باقي السنوات قصه ثابت. ليش اختلف؟ لانه في عندي كسر سنه، السنه الاولى ما خدتهاش كامل، فبنضطر نخش في السنه اللي بعدها بقيمه اللي لم يتم يعني استخدام الاصل فيه. هذا دوت طبعا نفس الكلام اللي قلناه تو بس بارقام ثانيه. نقف هنا شويه عشان نشوف الفيديو بلاش يكون طويل كثير.
الآن نتكلم عن الطريقة الثانية. الطريقة الثانية اسمها Units of Activity Method. في ناس بيقولوا عنها طريقة معدل النشاط، في ناس بيقولوا عنها طريقة معدل وحدات الإنتاج، في عند ناس بيقولوا معدل التشغيل، يعني مش هنختلف على اسمها كتير، لكن هي مرتبطة بعدد وحدات التشغيل أو عدد، خلينا نقول عنها يعني سنوات استفادة من العصر. في السيارة عدد الميلات اللي هنمشيها، في الآلة عدد الوحدات اللي هتنتجها، وهكذا. لأن بقول هنا في هذه الطريقة، بموجب هذه الطريقة companies estimate total units of activity، الشركة بتقدر إجمالي وحدات النشاط to calculate depreciation cost per unit، عشان تحسب الاستهلاك للوحدة. الوحدة قد تكون زي ما قلت علبة كولا أو صندوق كولا أو علبة شوكولاتة، أو ممكن يكون عدد مايلز بتمشيها السيارة، أو يعني زي هيك. هذه اسمها unit of activity. unit of activity حلو. expense varies based on units of activity. لاحظوا في طريقة القسط الثابت كانت كل سنة بنحمل 2400 قسط ثابت، بس بموجب هذه الطريقة السنة هذه السيارة مشيت أكم مايل، بنحاسب استهلاك على الميلات اللي مشيتها. فكأنه هذه الطريقة أعدل من الطريقة اللي فاتت، لأنه هنا ما يحمل كإكسبنس على الإنكم ستيتمنت هو قيمة الاستهلاك بحجم أو عدد الوحدات التي تم إنتاجها أو تم يعني تشغيلها. فالديبريشبل كوست إز كوست للسالفج فاليو، نفس المثال اللي فات، إنه القيمة القابلة للاستهلاك هي التكلفة مطروح منها قيمة الخردة. We often refer to as unit of production. أعتقد تونا حكيتها ضمنياً، وفي بعض الناس بيقولوا عنها انه هي وحده طريقه وحدات الانتاج production، حكى عليها مش activity لانه هي هيك اسمها تقريبا شائع units of production، طريقه وحدات الانتاج، لكن ممكن تكون وحدات النشاط. خلينا نشوف يعني هو الجدول عشان تبعي انا ضغطه شويه. في الخطوه الاولى بتاعتنا بنحسب، معلش خط صغير، بنحسب الآتي، بنطلع الـ depreciable cost. إيش هو الـ depreciable cost؟ اللي هي 13,000 ناقص الـ 1000، فاكرين هون؟ 13,000 ناقص الـ 1000 12. قديش هو الـ total unit of activity؟ قال لي لو بتتذكروا في السؤال 100,000 ميل الشاحنة هذا متوقع تمشي. طيب لو قسمنا التكاليف هذه الـ depreciable cost على عدد الميلات، بيعطيني الـ depreciable cost per unit، اللي هي تكلفة الاستهلاك بالنسبة لكل وحدة. يعني ايش الوحدة عندنا هنا؟ الوحدة المقصود فيها المايل، فكأنه هذه السيارة تستهلك بمعدل 12 سنت لكل ميل. طب هذه تيجي نيجي هذا اخذناها نفس الرقم، هذا اخذناها depreciable cost per unit. اجد ننظر والسنة هذه يا جماعة كم مايل الشحنية بتاعتكم هذه اشتغلت؟ قال 15، يبقى 12 في 15,000 يبقى الـ annual depreciation 1800. طب السنة اللي بعدها ممكن يكون اشتغلت 14 أو 13 أو ممكن اشتغلت 19. فكأنه هذه الطريقة إيش حلاوتها؟ إنه هي مرتبطة بحجم أو بمعدل الاستخدام أو بمعدل النشاط. لاحظوا هذا ليس مبلغا ثابتا، هي مرتبطة، اللي بيحدده هو إيش؟ عدد الميلات اللي بتمشيها الشاحنة هذه. فلو أخذتوا بالكم الشاحنة هذه unit of activities، لاحظوا مشيت 15 30 20، هذول ميلات، خذوا بالكم. طب بس احنا توي لو اخذتوا بالكم قديش طلعنا تكلفه الاستهلاك لكل ميل؟ 12 سنت. هيو قسمنا التكاليف على عدد الميلات الكل المتوقع ان السياره تمشيها، فهذا ايش؟ depreciation cost per unit. اليونت عندنا اللي هي الاكتيفيتي يونت اللي هو المايل، يعني لو ضربناهم في بعض بيعطيني الانوال depreciation. لاحظوا هنا الانوال depreciation expense مش ثابت لانه مرتبط بعدد الميلات اللي بتمشيها الشاحنه. طبعا نفس الكلام بالنسبه للجزء اللي هو end of year reporting، انه الاكيوميليتد بيساوي هذه السنه الاولى، السنه الثانيه نجمع الاثنين بيطلع هذا، طب والثالثه نجمع الثلاثه بيطلع هذا، هذا اسمه الاكيوميليتد. واتفقنا الاكيوميليتد depreciation هذا يطرح من كونترا اكاونت من الاسيت في البالانس شيت، وهذا بيمثل قيمة البوك فاليو اللي انتو اللي هي صافي القيمة الدفترية أو الـ NPV اللي حنشوفها. لاحظوا كالعادة إنه السنة الأخيرة بنكون قيمة الـ accumulated 12 والبوك فاليو اللي هي قيمة الخردة اللي ظلت عندي اللي هي الـ 1000 نهاية، مجموع الاثنين بيعطيني الـ cost of the assets.
الآن وصلنا للطريقة الثالثة اللي هي Decline Balance Method، اللي هي طريقة القسط المتناقص. أعتقد هذه بدها محاضرة لحالها عشان هذه شوية بدها تركيز.